بسم الله الرحمن الرحيم. سميتي طه الشوباني من شعبة البكالوريا المهنية مسلك فروع كليماتيزاسيون. دوزنا 3 أيام ديال البكالوريا المهنية ديال البكالوريا مزيانة. بالنسبة لنا كان الامتحانات في المستوى، وكان داكشي بالنسبة للحراسة كانت حتى هي في المستوى. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم صلاح الدين بن عدو من القسم الثاني بكالوريا مهنية. الحمد لله اللي كتعتبر أول شعبة على مستوى الجهة. الحمد لله دوزنا 3 أيام ديال الامتحان، على كان الحراسة كانت في المستوى، بالإضافة إلى الامتحان كذلك كانت في المستوى وفي المتناول ديال الجميع. كنشكر الأساتذة، على الأساتذة سواء بالمتناول التقني أو على مستوى المركز التكوين المهني، اللي وفرنا جميع الظروف الملائمة باش أننا وتكون باش تكون واحد الشعبة ناجحة إن شاء الله. شكرا.